السلام عليكم يا شباب. إن شاء الله في السيكشن ده هنتكلم على ريزيستور كولر كود اكسبيرمنت. هي المفروض إنها كنا بنشتغلها في المعمل تجربة عملية يعني أو كده، بس يعني هي الفكرة كلها إن أنت تعرف إزاي تحدد كلمة المقاومة بتاعتك عن طريق الألوان اللي بتبقى موجودة عليها، أو زي ما بيقولوا الباندس يعني. تمام، بس إحنا السنة دي يعني حطينا فيها مسألتين كده بحيث إن هو يبقى يعتبر كأنه شيت، فأنت تبقى عرفت المعلومة برضه وحليت مسألتين شيت وكده. تمام، فهو أول سؤال هيجي في ذهنك يعني هو إيه الفكرة إن أنا أعرف قيمة المقاومة عن طريق الألوان، أو ليه أعمل الألوان دي أصلا عن طريق المقاومات أو كده؟ لأن غالبا يعني أنت عشان تقيس قيمة المقاومة، فهنقول الطريقة العادية إن أنت يبقى عندك أفوميتر مثلا، تستخدمه كأوميتر وتقيس بيه المقاومة بتاعتك. ولكن يعني مش شرط ان ده يبقى متوفر على طول بالنسبة لك. تمام، فانت عايز تعرف يعني مثلا ايه كأنك شغال، لو انت مثلا خدت لوجيك او كده او الكترونيكس، او بعد كده اي بروجكت صغير هتعمله او كبير، فانت بتبقى محتاج فيه مقاومات دي كصفة اساسية يعني معاك في الدايرة بتاعتك. فمثلا انا بقول على سبيل المثال زي اللوجيك وكده، فانت بيبقى عندك تقريبا مقاومتين، اتنين مقاومة اللي هي 330 اوم توصل مع الليد عشان ما تحرقوش، وال10 كيلو اوم اللي هي بتبقى بول داون ريزيستور عشان برضو فكرة ان الليج نفسها تفضل محتفظة بالقيمة بتاعتها كمان او زيرو او لا. تمام، فالفكرة كلها ان انت في يعني مثلا كنت بتروح تشتريهم، فانت غالبا برضو بصيت يعني مثلا ايه، بتبقى باصص على الالوان ديت، فانت بتبقى عارف ان الالوان دي غير الالوان دي. فانت مثلا عارف ان دي 330، فلو ال 330 دي انت مركبها في الدايره هنا واتلخبطت مع واحده 10 كيلو اوم، فانت يعني فاهم هتبدا تحس ان هو لا اللون بتاعها متغير، فانت عرفت ان دي مقاومه مختلفه عن المقاومه دي يعني. تمام، فهي من هنا بقى جت الفكره بتاعت ان هم يعملوا الالوان يعني عشان يسهلوا عليك ان انت تبقى عارف قيمه المقاومه بتاعتك كام، وكده كده بيبقى عامل جداول كل لون من الالوان دي بيبقى القيمه كام، فتعرف تحسب قيمة المقاومة ديت أول حاجة. فإحنا تمام، أنت بتبقى عارف إن شبه المقاومة دي كده مثلا بيبقى ليها ألوان معينة، فيبقى عندك كل واحد من ده بيسموه باند. تمام، فعلى حسب كام لون موجود على المقاومة بسميها بالاسم بتاعها، يعني مثلا ده فور باند ريزيستور. تمام، فأنت في الطبيعي اللي عندك بيبقى عندك يا إما فور يا إما فايف يا إما سكس. تمام، هنقولهم برضو والمسألتين هيبقوا على الفور يعني. تمام، الفكرة كلها إن أنت هتحدد، عايز تحدد الأول أنهي الفيرست باند والسكند والثيرد والفورث بقى، عايز تحدد الفيفث كمان والسكس، فأنت لازم تبقى عارف هتحدد إزاي يعني، هل ده الباند الأولانية ولا ده. قال لك لا، إحنا بناخدها من الشمال. تمام، يعني بعدل المقاومة بتاعتي على الألوان وباخد أول رقم من الشمال، ده يبقى أول لون، ده التاني باند، تالت باند، رابع باند زي ما هنا في الرسم. تمام، او بتبقى على حسب بقى المقاومات، ساعات بيبقى في مقاومات بتبقى بالشكل ده. تمام، بتبقى انت واخد بالك ان هما بيبقوا مثلا 4 باند. تمام، إيه لو هما 4 باند يعني 4 الوان، بيبقى في 3 لوحدهم ويبقى في 1 لوحده. تمام، لو هما بيبقوا 4 او 5 بيبقى في 4 لوحدهم وواحد او 2 لوحدهم في ناحية، فانت بتبقى عارف ان ده الاول، ده التاني تالت رابع، وده أول تاني تالت رابع خامس سادس، والله في سادس ماشي مفيش، يبقى أول تاني تالت رابع خامس سادس. ده عشان تبقى عارف ترتيب الإيه الباندز بيبقى ماشي إزاي، بس هو غالبا أنت بتاخدها من الشمال لليمين زي ما أنت عارف. ساعات بقى بيبقى في فاصل زي ما اتفقنا كده في المقاومة في الشكل، فده وده كده، أو بيبقوا ورا بعض. تمام، حتى لو هما ورا بعض بتعد ازاي برضو، بتلاقي في المسافة الأولانية دي بتبقى صغيرة، المسافة دي بتبقى كبيرة، فبتبقى عارف إن ده الأول التاني التالت الرابع برضو وهكذا. تمام، هي الفكرة كلها إن أنت بتحفظ حاجة. تمام، هو بيديك جداول، الجداول دي بتعبر عن قيمة المقاومة اللي هنا، بس لازم نبقى عارفين بقى إزاي بنحسب قيمة المقاومة. بس إحنا بنحسبش قيمة المقاومة بس، إحنا بنحسب قيمة المقاومة يعني الفاليو، وبحسب التوليرانس بتاعي شبه التوليرانس اللي كنا بنجيبه في الالوش. تمام، هي الفكره كلها في ايه، الفكره كلها ان انت لما تيجي تصنع المقاومه ديت مثلا احنا بنقول 38 اوم، فمش شرط في المانيفاكتشر ان انت لما تيجي تصنع المقاومه دي تطلعها بالظبط اكزاكت 38 اوم. تمام، فبيبقى في سماحيه،
تمام، اللي هي الايه البريسيشن يعني الدقه بتاعتها. يبقى عندك مثلا زائد او ناقص زي ما كنا بنعمل تولرانس 1% مثلا 2% وهكذا، كانه ايرور يعني. تمام، اللي هو بقى ايه بتبقى نسبه مئويه من النومينال فاليو اللي المفروض يطلع او الترو فاليو اللي انت او اللي هي الترو فاليو اللي انت عايزها. تمام كده، فاحنا عايزين نشوف ازاي هنحدد بقى قيمة المقاومة عندي في الـ الـ البانس او في في الاشكال بتاعتي اللي موجودة. فاول حاجة هاخدها، يبقى انت عندك الفور باند ريزيستور. الفور باند ريزيستور بتقسم ل يعني تمام، بيبقى فيه هنا ثلاثة باند لوحدهم وباند لوحدها. الباند الأخيرة دي بتبقى للتوليرانس، تمام، تبقى عارف كده. تمام، يعني اللي هو هقول قيمة المقاومة زائد أو ناقص مثلا أيا كان بقى، نشوف هي بكام. دي مثلا دي إيه حوالي تقريبا 5%. تمام، لو عايز بقى أجيب قيمة المقاومة، فوالله قيمة المقاومة بتيجي كالآتي. تمام، إن أنت يبقى عندك لو هو 4 باند بتاخد أول 2 باندز بالألوان بتاعتهم. تمام، يعني مثلا تقول هنشوف بقى الجدول، مثلا الجدول بتاعهم كل لون بيبقى ليه إيه، بيبقى ليه قيمة فاليو. تمام، يعني البلاك بصفر، براون بواحد، ريد باتنين، أورنج ثلاثة، يلو أربعة، جرين خمسة، بلو ستة، بنفسجي سبعة، جراي تمانية، وايت تسعة. تمام، فدي عندك مثلا بني. بني عندي هنا كام؟ البراون بواحد، تمام، واللي جنبها كمان واحد، قصدي اللي جنبها جرين، فالجرين خمسة. يبقى أقول من هنا إن ده واحد خمسة. تمام، باخد التو بانس الأولانية، بيبقى ده الرقم بتاعي. تمام، الرقم التالت ده بيبقى اسمه المالتبلاير. يعني ايه مالتبلاير؟ يعني هل الرقم ده 15 في 10 أس كام؟ كام دي بقى هي اللون التالت. تمام، يعني ايه؟ يعني انت زي ما اتفقنا، لو احنا عندي مثلا زي اللون ده بني، او بلاش اعمل اي حاجة، فايولت اهو، بنفسجي مثلا أخضر، تمام، و أيا كان حط أزرق. هنشوف في الجدول بتاعي لو ده مثلا أول ثلاث ألوان بتوعي اللي هما كده يعني، وفي لون رابع بقى اللي هو هنا فايلوت فاللي هو سبعة، يبقى أنا أكتب سبعة. أخضر خمسة، يبقى أكتب خمسة. ده البند التالت اللي هم أربعة بس، يعني هنا في جولد، أنا أعتبر بقى الأصفر بتاعي جولد. تمام، فهقول هنا في 10 أس الجلوب كام؟ بستة. يبقى قيمة المقاومة دي كام؟ 75 × 10 أس 6. هاجي للجولد دي هتلاقيها زائد أو ناقص 5% تقريبا، أو هنتكلم فيها يعني هنتفاهم فيها كمان شوية. فدي إزاي تحدد قيمة المقاومة اللي هي الفور باند ريزيستور بتاعتك. يبقى انت الفور باند ريزيستور اول تو باندز بيبقى القيمة بتاعتي، الثيرد باند بتبقى الحاجة اسمها الايه المالتيبلاير. ايه هو المالتيبلاير؟ انت بتضرب القيمة بتاعتك دي في 10 أس كام، والفورث باند بتبقى فين؟ لايه؟ للتوليرانس بتاعك. تمام كده، يبقى زي الشكل ده كده بالظبط. انا عندي المفروض ان هنا في واحد كمان. تمام، بس هنقول دلوقتي يعني لو مفيش الرابع ده يبقى ده معناه ايه؟ بس لو مفيش الرابع ده خالص بيبقى معناه ان التولرانس بتاعي بيبقى حوالي 20%. تمام، ده بس للمعرفة. فهو المفروض انت عارف ان في 4 وفي 6، فالمفروض ان في 4 هنا، فلو مفيش الرابع ده بيبقى التولرانس بتاعك ب 20%. تمام، طب بالنسبة لو انا عندي 5 او 6 بانكس حاجة شبه كده يعني، مثلا دي 6، بيبقى ما بتاخدش اول اتنين، بتاخد اول ثلاثة دول للفاليو، الرابعة للمالتبلاير زي اللي فاتت، الخمسة للتوليرانس. والله هما خمسة باند يبقى كده. طب بقى في ستة، 6 باند دي بتبقى حاجة اسمها للتمبريتشر كوفيشنت. ايه هو التمبريتشر كوفيشنت؟ انت بتبقى عارف ان لو انت عندك موصلات، فالموصلات درجة الحرارة بتاعتها بتزيد مع، او قصدي المقاومة بتاعتها بتزيد مع زيادة درجة الحرارة. فوالله
والله انت خدت الكلام ده مثلا في السيركتس ماشي، ان الار بتساوي الار نود زائد واحد، مش فاكر تقريبا، او الار بتساوي الار نود في واحد زائد الفا تي حاجه شكل كده، وده كان اسمه temperature coefficient. تمام، او انت بتخدتها المفروض تاخدها في السنسورز في السيركتس، تمام، قصدي في الميجرمنت لو انت خدت في المحاضرتين الجايين سنسورز او كده. انت بقى عندك سنسورز دي بتبقى مثلا انها بتقيس درجة الحرارة او تغير في درجة الحرارة، فبيبقى في نوعين، حاجة اسمها بي تي سي يعني بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت، يعني السنسور ده كل ما تزيد درجة الحرارة التمبريتشر او المقاومة بتاعتك بتزيد، فتعرف تشوف التغيير في قيمة المقاومة، تعرف درجة الحرارة بقت كام دلوقتي او كده. دي بالنسبة لي تقريبا بيبقى للموصلات، ليه المواد الشبه موصلة فغالبا بيبقى NTC يعني negative temperature coefficient، يعني مع زيادة temperature المقاومة بتاعتك بتقل، هنا كان مع زيادة temperature المقاومة بتاعتك بتزيد. تمام كده، فهو يا إما عندك 5 bands أو 5 bands قصدي أو 6 bands. فأنت مثلا لو أنت عندك دي ممكن نقولها دلوقتي، لو مثلا حاجة شبه دي مثلا كده، لو دي 5 band هيبقى عندك الأخضر بتاعك بكام من الجدول، بقى أنت عندك الدكتور هيديك الجدول في الامتحان فهتشتغل عليه 5. تمام، ده أورانج 3، الريد بتاعك ب2، البلاك يبقى مالتبلاير بصفر، يبقى 532 في 10 أس 0 اللي هي 532 أوم. تمام، والأحمر في الآخر كأز مالتبلاير عبارة عن قصدي مش كأز مالتبلاير، خلاص احنا خدنا المالتبلاير بأسود، الأحمر كتوليرانس. فانت هتشوف بقى الأحمر هنا بكام، ب2، يبقى بتقول زائد وناقص 2%، يبقى أنا 532 أوم، والمالتبلاير بتاع 10 × 10^0، والحمرة الأخيرة دي بتبقى للتوليرانس، فبتقول هنا 2% في التوليرانس. تمام، طبعا هنا مفيش إيه ال بتاع التمبريتشر كوفيشنت بتاعك. تمام، طبعا بيبقى مكتوب عليه إن هو بيبقى بوحدة اسمها ال PPM لكل كلفن أو لكل سليزيوس، ده بيبقى اسمه بارت بير مليون، يعني والله المقاومة دي بتتغير كام بارت في المليون، يعني مثلا واحد مثلا يعني واحد من مليون أوم لكل كلفن مثلا، أو قد إيه بقى بارت برميليون لكل كلفن وهكذا. فكل ما تزيد درجة الحرارة مثلا احنا شغالين عند 20 درجة، فقيمة المقاومة مثلا كذا، فلما هتعلى قيمة المقاومة هتعلى بالنسبة دي، فعدد ايه، فعدد الفرق بين التمبريتشر ديفرنس يعني. تمام، فالتولرانس يبقى برضه ليه جدول خاص بيه، بس غالبا في الامتحان الدكتور هيديك جدول واحد تشتغل بيه للاتنين عشان يبقى أبسط يعني. تمام، فده برضه هو بيبقى براون وريد واورنج. طبعا هنا برضه ايه بيبقى للتوليرانس او المالتيبلاير غالبا بيبقى فيه لونين جداد اللي هم الجولد والسيلفر، ما كناش اتكلمنا عليهم في الباند اللي هي الفور باند. تمام، فبيبقى غالبا يا اما للمالتيبلاير او التوليرانس بتاعي. تمام، فانت برضه تعرف تحدد منها ايه القيمة بتاعت او تعرف تحدد منها دي رقم الباند الكام، لان لو هنا في جولد فانت مفيش غير واحده بعدك واثنين قبلك، يبقى ديت الفيرست السكند الثيرد الفورث، يعني زي ما اتفقنا يا اما هتبقى الجولد دي مالتي بلاير او توليرانس، فانت بتبقى عارف تحدد قيمه الايه الترتيب بتاع البنس برضه لو انت عايز تعرفها يعني عمليا وكده. تمام، بالنسبه لمسائل السكشن فهي مسائل سهله جدا يعني مفيش اي حاجه، بس انا حبيت بس اوضح يعني شويه كلام بالنسبه للموضوع ده. طبعا انت عندك هنا ناخد ده بقى زي ما هو كده، هي دي رسمة رسمها لك يعني مفيهاش حاجة، هاخد انا ديت دي الرسمة رسمها لك، بيقول لك مثلا ده بقى first band second band third band وده multiplier وده tolerance وده temperature coefficient، ده في sixth band بتاعك يعني. تمام، هنا طبعا ده 6 باند، لو هما 5 بس
طبعا التمبريتشر كوفيشنت ده بيعمل ايه؟ بيبقى متشال. التمبريتشر كوفيشنت يتشال، لو هما أربعة هيبقى أربعة، بنشيل واحدة من البانز بتاعة الفاليو، فبيبقى عندك first band second band third band، والفورث بتاعتك بتبقى أو الثيرد بتاعتك بتبقى مالتبلاير، والفورث بتاعتك بتبقى tolerance بس. تمام. with aid of color code and their associated value specify the color code of resistors with nominal value 3.2 كيلو اوم و tolerance 4%. يبقى احنا هنشتغل على الجدول ده بس. تمام. فهشتغل القيم بتاعتي، وده للمالتبلاير او للفاليو او للتولرانس، مفيش مشكلة. تمام. فبالتالي انت عايز 3، يبقى 3 2 تمام في 10 أس 3، صح كده؟ لا، يبقى في 10 أس 2، عشان هي 3.2 كيلو اوم، يعني 3200، يعني 32%. تمام. فبالتالي انت عايز اول حاجة 3. 3 دي تجيبها منين؟ من ريد. فيبقى انت عندك كأنك بقول مثلا الباند بتاعتي اهيت، هنا أول حاجة ريد. فأنت عايز إيه؟ أنت عايز تجيب الشكل بتاع المقاومة بتاعتك في الحقيقة بشكل عامل إزاي. تاني حاجة 2، أو أول حاجة أصلا كانت 3 اللي هي أورنج، لا مؤاخذة أنا آسف، فأول حاجة كانت أورنج، أورنج تمام. تاني واحدة هتبقى اللي هي 2 اللي هي الريد، وبعد كده المالتبلاير بتاعك 10 أس 2 اللي هو تاني ايه برضه 2، يعني المالتبلاير بتاعك 2 يعني ريد برضه، هعملها كده. آخر حاجة معايا هي التولرانس بتاعك 4%، هاخده من هنا برضه اللي هو هيبقى عبارة عن يلو، وأعمله في الآخر برضه عشان أبين إن هما دول لوحدهم وده لوحده، أو بتعملها زي ما أنت عايز، يعني تقول إن هي المفروض كده عبارة عن إيه في الآخر، ممكن تكتبها له كده اللي هو تكتبها له أورانج زي المثال الجاي، ريد ريد و تمام. المسألة اللي بعديها بيقول لك determine the nominal value of and the tolerance for the following resistor color code. تمام. هو هيديك برضو الجدول اللي فوق ده، انا برضو الجدول ده ما بتفصل اي حاجه، فانت تاخد الجدول زي ما هو مش مشكله عادي. فهقول ان انا عايز اجيب قيمه المقاومه ديت بالالوان دي. طبعا انت هتبص للجدول هتلاقي من الاول بالشمال لليمين، يبقى ده براون، ده فور باند زي ما احنا متفقين، يبقى أول 2 بيحددوا الفاليو، التالتة بتحدد المالتبلاير، الرابعة بتحدد التوليرانس بتاع براون، يبقى 1، يلو 4، أورانج بتاعي يعني 3، يبقى 10 أس 3 يعني 14 كيلو أوم لحد دلوقتي، والبراون الأخيرة يعني 1 يعني زائد أو ناقص 1%، يبقى 14 كيلو أوم زائد أو ناقص 1%، هي دي قيمة المقاومة. وبكده يكون السكشن بتاعنا خلص. إن شاء الله أشوفكم في السكشن الجاي.